السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نلتقي بحضراتكم اليوم في المحاضرة الخامسة في الأسبوع العلمي الثاني بعنوان أهمية القطاع الزراعي في تحقيق التنمية المستدامة. محاضرة اليوم هتكون بعنوان التنمية المستدامة للإنتاج الحيواني Sustainable Development in Animal Production، والدكتور محمد يونس محمد مدرس بقسم الإنتاج الحيواني كلية الزراعة جامعة الأزهر بأسيوط. أي استفسارات كالعادة إن شاء الله هتكون في نهاية المحاضرة. اتفضل يا دكتور. بداية حاب أشكركم على إتاحة الفرصة نتواصل مع الأخوة الزملاء الأفاضل اللي قالوا محاضرات قبل كده مع الناس الموجودة، الحضور الجميل اللي نتمنى نحقق استفادة ليهم يعني حتى لو بشيء بسيط. وأنا بحب التفاعل، يعني لو في إمكانية من أثناء العرض إن يبقى فيه تفاعل ده شيء كويس وبيسر العرض. يعني بداية هنتكلم عن الوضع الحالي اللي على مستوى العالم وعلى مستوى جمهورية مصر العربية. طبعا معروف إن جمهورية مصر العربية عدد سكانها يعني يزيد عن 110 مليون نسمة، المتوقع انه بحلول عام 2050 ان عدد سكان الارض او العالم بشكل عام يصل الى حوالي 9.6 مليون نسمة. وده بينعكس طبعا على زيادة جميع السكان تقريبا في جميع البلدان النامية. وعالم اسمه اسكندر قدر ان الطلب العالمي على الغذاء سيزداد بنسبة 1.1 سنويا بداية من 2005 إلى حد 2050، وتوقع أنه في هذه الفترة أيضا سينمو الطلب العالمي على اللحوم بنسبة 1.3% سنويا، وعلى الألبان ومنتجات الألبان بنسبة 1.1% بمقارنة طبعا ب 2005. ومن المتوقع أن يرتفع الطلب عام 2050 بنسبة 75% تقريبا على اللحوم و 60% على الألبان ومنتجات الألبان. ده طبعا بيعكس أهمية الإنتاج الحيواني في على المستوى العالمي وأهميته بالنسبة لجمهورية مصر العربية، لأنه هو يعني جزء عظيم جدا من الأمن الغذائي. الامن الغذائي او الانتاج الحيواني بيلعب دور مهم طبعا زي ما احنا عارفين في تغذيه الانسان وفي الامن الغذائي للانسان. ليه بقى؟ لانه هو بيوفر الاطعمه الحيوانيه اللي هي مصدرها الحيوان نفسه، بتمثل حوالي 18% من السعرات الحراريه و 40% من البروتينات التي يتناولها الانسان في غذائه على مستوى العالم. بالإضافة إلى أن الأطعمة المشتقة من الحيوانات لها أهمية كبيرة بالنسبة للإنسان لما تحتويه من عناصر غذائية المفيدة والتي يصعب الحصول عليها من مصادر النباتية، وخاصة بعض الفيتامينات والعناصر المعدنية الضرورية مثل الكالسيوم والحديد والزنك. برضو الأطعمة الحيوانية أو ذات الأصل الحيواني تمتاز بمحتواها العالي من الأحماض الأمينية الأساسية. وأحماض أمينية أساسية لو هنعرفها نقول هي مجموعة من الأحماض التي يحتاجها الجسم ولكن لا يستطيع تخليقها، لازم إضافتها له من مصدر خارجي. برضو الإنتاج الحيواني بيساهم بحوالي 40% من الدخل الزراعي ده عالميا. وبالنسبة لجمهورية مصر العربية فإنه طبقا للنشرة الإحصائية الصادرة عن جهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عام 2021 بتقول إن الإنتاج الحيواني بيمثل حوالي 35% من إجمالي الإنتاج الزراعي المصري. طيب هذا العدد الكبير من السكان أو البشر وهذه الزيادة المتوقعة، كيف يمكن إطعام هذا العدد الكبير من البشر؟
أول حاجة يمكن من خلالها مواجهة هذا التحدي هي الحد من الاستهلاك المفرط للغذاء اللي بيسبب السمنة، وكذلك الإفراط الكبير في الغذاء يؤدي إلى مخلفات أكثر ويؤدي إلى تلوث البيئة. كذلك عشان أقدر أطعم هذا العدد الكبير لازم أعمل على زيادة الإنتاج الغذائي على الأراضي الزراعية الموجودة، اللي هي زيادة الغلة. يعني إيه زيادة الغلة؟ من خلال زيادة الرقعة الزراعية، من خلال تحسين إنتاجية المحاصيل، كذلك من خلال تقليل التأثير البيئي للإنتاج الغذائي. تقليل التأثير البيئي للإنتاج الغذائي. طيب قبل ما ندخل في كيف نحقق التنمية المستدامة في الإنتاج الحيواني، لازم نقف على الحالة أو المؤشرات العامة لحالة الإنتاج الحيواني في جمهورية مصر العربية. أعرف أنا موجود فين، الإنتاج الحيواني في جمهورية مصر العربية موجود فين. ناخد بعض اللمحات كده والإحصاءات. أولاً أعداد الماشية الموجودة في مصر ومدى تطورها أو نموها. طبعاً إحنا استندنا في المعلومات المعروضة أمامكم على النشرات الإحصائية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، آخر إصدار ليه اللي هو في عام 2021 عن الإحصاءات الخاصة بالثروة الحيوانية عام 2019. لاحظنا إنه إنتاج الحيواني في جمهورية مصر العربية خاصة الماشية تأثرت تأثر كبير ولوحظ انخفاض ملحوظ في أعداد الثروة الحيوانية في جمهورية مصر العربية وخاصة في أعداد الماشية. لو لاحظنا مثلا إنه في عام 2018 كان أعداد الماشية في جمهورية مصر العربية حوالي 16.3 مليون رأس، انخفض هذا العدد انخفاض شديد حتى وصل إلى 7.4 مليون رأس في عام 2019 بنسبة انخفاض وصلت 54.7%، وهذا انعكس على الوقت الحاضر من ارتفاع الأسعار، سواء كان بالإضافة إلى عوامل أخرى هنذكرها إن شاء الله فيما بعد. كمان لو شفنا الثروة الحيوانية دي مكونة طبعا من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والإبل، ده بالنسبة للماشية. هنلاحظ إن إعداد رؤوس الأبقار في الجمهورية كان في 2018 حوالي 4.4 مليون رأس، عام 2018 انخفض إلى 2.8 مليون رأس في عام 2019، وكانت نسبة الانخفاض حوالي 35.7%. كما انخفض أعداد الجاموس في الجمهورية من 3.4 مليون رأس عام 2018 إلى 1.4 مليون رأس في عام 2019، وكانت نسبة الانخفاض كبيرة جدا حوالي 58.6%. ده بالنسبة للماشية. أما بالنسبة للطيور والدواجن، طبعا هنقسم الطيور والدواجن إلى كذا فئة. عندنا الدجاج، والدجاج ده منه الدجاج السلالات المحلية ومنه السلالات الأجنبية أو السلالات التجارية. السلالات المحلية نقسمها للسلالات البلدية وسلالات بلدية محسنة. كان عدد السلالات البلدية الطيور اللي هي من السلالات البلدية
في عام 2019 حوالي 64.4 مليون طائر. وبالنسبة للسلالات البلدية المحسنة وصل عددها إلى 91.7 مليون طائر في عام 2019. أما بالنسبة للسلالات التجارية ودي بتنقسم طبعا بشكل هرمي، الجدود، والجدود دي بتنتج أمهات، والأمهات دي طبعا في جدود متخصصة في إنتاج أمهات التسميم، وفي جدود متخصصة في إنتاج أمهات إنتاج البيض. بالنسبة للجدود كان وصل عددها في جمهورية مصر العربية حوالي 473 ألف طائر عام 2019، وعدد أمهات التسميم كان وصل حوالي 11.3 مليون طائر، وأمهات البياض حوالي 765 ألف طائر. أما بالنسبة لدجاج التسمين اللي هو السلالات التجارية اللي هي اللي بنحصل عليها من على اللحم منها، يعني اللي هي دجاج التسمين، كان عدد الطيور حوالي 6.1 مليار طائر عام 2019، والدجاج البياض وصل عدده إلى حوالي 29 مليون طائر. بالنسبة للرومي كان عدد الأمهات حوالي 3000 أم من الطيور الرومي، وعدد الطيور الرومي اللي هي بتسوق ويتم ذبحها حوالي 2.9 مليون طائر. بالنسبة للبط هناك مقسم البط إلى جزئين، اللي هي الأمهات والطيور المعدة للتسويق. الأمهات اللي كان وصل عددها حوالي 1.5 مليون طائر من الأمهات، وبالنسبة للطيور المعدة للتسويق حوالي 12.2 مليون طائر. بالنسبة للأرانب واللي تعتبر جزء من الدواجن، يعني على الرغم من أنها حيوان يعني، بس تم تصنيفها على أنها من الدواجن لعدة عوامل، أنها سريعة في النمو، الإنتاج الوفير، قصر أو سرعة دورة رأس المال، خاصة هي خاصة بالتركيب التشريحي ليها، أو التركيب أو الفسيولوجيا بتاعتها، المعدة بتاعتها بسيطة، إنتاجها وفير، معامل التحويل الغذائي بتاعها عالي، وده كله تتشابه فيه مع الدواجن. وصل عدد الأمهات الأرانب حوالي 41 ألف أم، بينما وصل عدد الأرانب التي يمكن تصفيقها حوالي 1.4 مليون أرنب. بالنسبة لإنتاجية هذا الكم من الثروة الحيوانية الموجودة في مصر، ألاحظ أن إنتاجية اللحوم كانت في 2018 حوالي 858 ألف طن، انخفضت عام 2019 إلى 717 ألف طن، وكانت نسبة الانخفاض حوالي 16.4%. أما بالنسبة للألبان فكانت حوالي 5.9% في مليون طائر، وارتفعت إلى 5.2 مليون طن بنسبة ارتفاع حوالي 2%، وده شيء يعني جيد بالنسبة لحالة إنتاج الألبان في مصر. أما بالنسبة لحوم الدواجن فكان عدد الطيور عدد أو كمية اللحم اللي تم إنتاجها في 2018 حوالي 1.6 مليون طن، مقارنة ب 1.8 مليون طن في عام 2019، بنسبة زيادة 9.8. يعني لو لاحظنا في الإحصائيات السابقة إن الماشية أو إنتاجيتها حصل فيها انخفاض شديد مقارنة بالدواجن، يعني هنلاقي إن لحوم الدواجن والدواجن بشكل عام أعدادها تطورت، يعني تطور كبير، وصل
إنتاج اللحوم والدواجن من 1.6 مليون طن إلى 1.8 مليون طن بمعدل زيادة 9.8%. بالنسبة لإنتاج البيض، فكان إنتاج الجمهورية عام 2018 حوالي 10.1 مليار بيضة في السنة، ارتفع هذا العدد إلى 13.5 مليار بيضة في السنة، وكانت نسبة الزيادة كبيرة جدا، وصلت حوالي 33.8%. الفيجر ده أو الرسم البياني ده بيوضح تطور الرؤوس الماشية في جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 2015 لحد 2019، واحنا مش هن يعني بالشكل اللي هو الموجود ده مش هنقول عليه تطور، ده تدهور، حيث طبعا كان عندي الابقار في عام 2015 اللي هي موجوده باللون الاحمر دي كان حوالي 4.883 مليون راس، زادت بنسبه بسيطه في عام 2016، ثم بدأ الانخفاض من عام 2017 و2018 و2019 حتى وصل إلى 2.8 مليون في 2019. كذلك في عدد الجاموس، حيث كان عددها في 2015 3.7 مليون، انخفض في هذا في عام 2019 إلى 1.427 مليون. كذلك الأغنام هنلاقي حصل برضه فيها انخفاض في أعدادها، 2015 كان عدد الأغنام عندي حوالي 5.463 مليون، ثبتت أو زادت شوية في عام 2016، وبدأ الانخفاض من 2017 ثم 18، وصلت إلى أدنى مستوى لها عام 2019 إلى حوالي 2.882 مليون رأس. الماعز نفس الحكاية برضو، كان أعدادها كبيرة جدا في 2015 وزادت بنسبة بسيطة في عام 2016، وبدأ الانخفاض يحدث من عام 2017 حتى وصل عددها إلى حوالي 977 ألف رأس. ده بالنسبة لتقديرات الرؤوس الماشية خلال الفترة من 2015 لحد 2019. اما بالنسبة للاعداد المذبوحة من الدواجن خلال الفترة من 2015 حتى 2019، هنلاقي العكس، عكس الموجود في الماشية لا عكسه تماما موجود في الدواجن، وخاصة الدجاج اللي هو المنزلي والدجاج المزارع المتخصصة، يعني فروق كبيرة جدا، فروق كبيرة جدا. لكن انتاج الرومي والبط والوز برضو كان فيه انخفاض ملحوظ جدا في عام 2019 مقارنة بالسنين السابقة. الأرانب كان فيها انتعاشة في الانتاجية بتاعتها خلال 2019، طيب ده كان عرض سريع عن الحالة العامة للإنتاج الحيواني في مصر. بعد كده نتكلم عن الموضوع بتاع المحاضرة بتاعتنا اللي هو التنمية المستدامة. التنمية المستدامة، طب ايه هي تعريف التنمية المستدامة؟ التنمية المستدامة هي التنمية التي تضمن انها تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الاجيال القادمة على تلبية احتياجاتهم الخاصة، بمعنى ان انا البي احتياجات الشعب الموجود معايا دلوقتي واحفظ للاجيال القادمة حظوظهم في تلبية احتياجاتهم الخاصة بهم في المستقبل.
التنمية المستدامة ليها فيها 3 مصطلحات شائعة الاستخدام مع التنمية المستدامة: التنمية، الاقتصاد، والاجتماع، والبيئة. بمعنى أنه لا يمكن أن تحدث تنمية مستدامة إلا إذا كان هذه التنمية اقتصادية وبيئية واجتماعية. لذلك لابد أن يكون الإنتاج الحيوي المستدام، حتى يكون الإنتاج الحيوي المستدام لابد أن تتحقق فيه هذه الشروط الثلاثة، اللي هي أن يكون الإنتاج الحيواني اقتصاديا، أن يكون صديقا للبيئة، أن يكون مقبولا اجتماعيا. طيب بالنسبة للوضع الحالي، وخاصة في العام الحالي ده بعد الحرب الروسية الأوكرانية وبعد التعرض لجائحة كورونا وارتفاع تحريض سعر الصرف في الجنيه المصري وانخفاض قيمته مقابل الدولار، لاحظنا الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأسماك. عشان أحدث أعمل تنمية مستدامة في الإنتاج الحيواني، أول حاجة لازم أعملها لازم أشجع على الاستثمار في مجال الإنتاج الحيواني بفروع مختلفة. طبعا في فروع مختلفة، في اللي هي الماشية بأنواعها، والماشية في منها مشاريع إنتاج اللحم، وفي مشاريع إنتاج الألبان، وفي إنتاج الصوف، وفي الإنتاج الحيواني طبعا الأنواع المختلفة بتاعة الماشية زي الأبقار والجاموس والأغنام والماعز. لازم أشجع على الاستثمار في هذا المجال حتى أعمل على زيادة الدخل القومي، تقليل فرص البطالة أو البطالة، وزيادة فرص العمل، الحد من الفقر، زيادة نصيب الفرد من البروتين الحيواني. كل ده من فوائد الاستثمار في مجال إنتاج الحيوان. برضو من الحاجات اللي من خلالها ممكن أحقق التنمية المستدامة في مجال إنتاج الحيوان، إن أعمل على التحسين الوراثي للحيوانات. عندنا السلالات المحلية سواء كانت من الماشية أو من الطيور الداجنة، تمتاز بقدراتها الكبيرة على التأقلم مع الظروف البيئية ومع قوامة الأمراض المنتشرة، إلا أنها يعاب عليها أنها منخفضة الإنتاجية. لذلك حتى يكون الإنتاج الحيواني أكثر استدامة، يجب العمل على التحسين الوراثي للحيوانات بهدف زيادة الإنتاجية، بهدف تحسين جودة المنتجات الحيوانية، بهدف التأقلم مع الظروف البيئية ومقاومة الأمراض. طيب إحنا عندنا بالنسبة للحيوانات اللي عندنا أو الطيور اللي عندنا، هي متأقلمة مع الظروف البيئية ومقاوم الأمراض، لكن إنتاجيتها منخفضة وجودة اللحوم أو جودة منتجاتها ضعيفة. بمعنى أنا عندي مثلا حانات الحلاب، الأبقار المصرية إنتاجها لا يزيد عن 7 إلى 10 كيلو كيلو لبن في اليوم، مقارنة بالأصناف المحلية اللي بتتجاوز 25 و 45 كيلو في اليوم. الأصناف المحلية من الطيور الداجنة بالنسبة لإنتاج البيض أقصى ما تعطيه في السنة حوالي 215 بيضة، مقارنة ب 310 و 330 بيضة في السنة بالنسبة للسلالات الأجنبية.
بالنسبة للحوم في الحيوانات الأجنبية، بالنسبة لإنتاجية اللحوم وقدرتها على الاستفادة من الغذاء وتحويلها إلى منتج عالي القيمة الحيوية بالنسبة للإنسان عالية جدا مقارنة بالأصناف المحلية. لذلك يجب العمل على التحسين الوراثي من خلال أولا اللي هو الانتخاب، وثانيا عملية التهجين، انتخاب إن أنا أنتخب الأفراد الجيدة في القطيع الموجود عندي في الحيوانات المصرية، ثم تعزيز هذه الصفات أو تثبيتها من خلال التزاوج فيما بينها حتى أثبت هذه الصفات فيها، ثم التهجين مع السلالات الأجنبية كي أستفيد من الميزتين الموجودة في الأصناف المحلية والأصناف الأجنبية. الميزة الموجودة في الأصناف المحلية إنها قدرة على التأقلم مع الظروف البيئية ومقاومة الأمراض، والميزة الأخرى الموجودة في السلالات المحلية اللي هي ارتفاع إنتاجيتها والجودة العالية للمنتجات الناتجة منها. برضو من وسائل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الإنتاج الحيواني هي استخدام التكنولوجيا، وسائل التكنولوجيا في مجال الإنتاج الحيواني. ودي يعني بالنسبة لجمهورية مصر العربية عدد المزارع المتخصصة في الإنتاج الحيواني وخاصة الماشية قليل جدا، لكن أغلب أعداد الحيوانات منتشرة بين المزارعين وبأعداد قليلة جدا. وبالتالي استخدام الوسائل التكنولوجية يعني محدود جدا في مجال إنتاج الحيوان في جمهورية مصر العربية. وإنتاج الحيواني طبعا ليه مميزاته في جميع مناحي الحياة، في تسهيل العمليات التشغيلية للمنشآت الموجودة فيها. برضو من الأمور اللي ممكن تحقق أهداف التنمية المستدامة اللي هي تهيئة الظروف البيئية المناسبة لنمو الحيوانات، وهذا يعني يتعلق بشكل كبير جدا بالدواجن، لأن الظروف البيئية المحيطة بالحيوان لها تأثير كبير جدا على إنتاجيته. مثلا حالة ارتفاع درجة حرارة اتجه الحيوان إلى تقليل الكمية التي تناولها من الغذاء في اليوم، وبالتالي يحصل على كميات أقل من اللازمة له كي يعبر عن تركيبه الوراثية. لذلك يجب العمل على تهيئة الظروف البيئية المناسبة للحياة من خلال طبعا المنشآت الحديثة التي توفر الظروف البيئية من حرارة وإضاءة وتهوية مناسبة تتناسب مع هذا الحيوان كي يعبر عن التراكيب الوراثية له. برضو المشكلة الكبرى اللي بتواجهنا في الوقت الحالي اللي هي وفرة الأعلاف. وفرة الأعلاف الذرة الشامية كانت من حوالي 4 سنين كان الطن بتاعها بحوالي 2900 جنيه في الوقت الحالي، وصل سعرها إلى حوالي 19,000 جنيه. ليه؟ لأن احنا بنعتمد عليها على الاستيراد الخارجي لعدم كفاية الإنتاج المحلي الذي يغطي احتياجات السوق المصري. كذلك برضو عندنا الصويا، مثلا الصويا أحد مواد الأعلاف الهامة جدا، تدخل في الأعلاف بتاعة الحيان والدواجن، برضو سعرها كان حدود من 7 إلى 8 آلاف جنيه، وصل في الوقت الحالي إلى حوالي 34,000 جنيه، وده انعكس بالسلب على ارتفاع تكاليف
التغذية بتمثل حوالي من 50 ل 60% ربما أكثر في من تكاليف الإنتاج في مشاريع الإنتاج الحيواني. التغذية فقط بند التغذية وحده بيمثل حوالي من 50 ل 60% ربما أكثر في مشاريع الإنتاج الحيواني. لذلك يجب العمل على توفير مكونات الأعلاف من خلال أولا التوسع في الرقعة الزراعية، وده صعب شوية، لذلك مرتبط طبعا بالموارد المائية، والموارد المائية بتاعتنا محدودة، لذلك يجب العمل على رفع إنتاجية هذه المحاصيل من خلال رفع إنتاجية الفدان نفسه. يعني التوسع ليس الأفقي ولكن الرأسي، إن إحنا بنزود إنتاجية المحاصيل الزراعية لأننا محكوم بالرقعة الزراعية لانخفاض أو ندرة المياه أو لقلة المياه. ممكن برضو نوفر أعلاف دي من خلال يعني تحسين الاستراتيجية، إن في بعض المحاصيل إحنا بنصدرها، تمام؟ المحاصيل الاستراتيجية ممكن أكتفي بيغطي الإنتاج المحلي والمساحة المفرغة من هذه المحاصيل يتم زراعتها بالمحاصيل التي تعتبر استراتيجية في الوقت الحالي، اللي هو محاصيل الأعلاف خاصة الذرة والصويا. والصويا يعطيني منتجين، المنتج الأول لأن هو أساسا بيزرع من أجل الزيت، وإحنا بنستهلك بنستورد حوالي 90% من الزيوت الطعام من الخارج، يبقى هو الفوز بالصويا ده أو الصويا نفسه فول الصويا يعطيني منتجين هامين جدا، المنتج الأول والرئيسي اللي هو الزيت، والمنتج الثانوي اللي هو الكزب اللي يمتاز بغناه بمحتواه من البروتين العالي. برضو اللي هي الذرة الشامية اللي بتمثل حوالي 60% من مكونات أعلاف الحيوانية، يجب العمل على زيادة الإنتاجية منها من خلال التوسع الرأسي وليس الأفقي في الزراعة من خلال إنتاج الأصناف العالية الإنتاجية. برضو لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال الإنتاج الحيواني، يجب العمل على الاستفادة من الأعلاف والذي من شأنه يقلل التكاليف. بمعنى إيه تحسين الاستفادة؟ مش معنى إن أنا شبعت الحيوان أو مليت البطن بتاعه، وإحنا بنقول عليه الكرش في المجال بتاعنا، يعني إن هو كده أنا وفرت احتياجاته. لا، ممكن أنا أكون إديته كميات أعلاف، ولكن هذه الكميات ليس لها قيمة غذائية بالنسبة للحيوان، مثل الحاجات اللي المالئة زي الأدبان وغيره. لا، لازم أعمل على تحسين الاستفادة من هذه المواد، وأقدم للحيوان اللي هي الأعلاف التي تفي باحتياجاته الغذائية حتى نقلل من الهدر ومن الفضلات الناتجة التي من شأنها تلوث البيئة. وفي حاجات كتير يمكن من خلالها لتحسين الاستفادة، منها المعاملة زي إضافة الإنزيمات، زي حاجات تانية، المعاملات اللي هي خاصة بالأعلاف نفسها، بعض الإضافات البكتيرية زي البروبيوتيك والحاجات الأخرى مثل السينيبيوتيك والفيتوجينيك، دي حاجات إضافات بتضاف إلى الأعلاف بتحسن من الاستفادة من الأعلاف، وبالتالي بيكون المخلف من التغذية على هذه الأعلاف قليل جدا، وبالتالي نقلل التلوث، بنقلل من فرصة تلوث البيئة، لأن التغيرات البيئية الحادثة يشارك فيها أو التلوث البيئي أو الانبعاث الحراري أو التغير المناخي، كل هذه المسميات
يساهم فيها الإنتاج الحيواني، حيث أنه يساهم بحوالي من 14 ل 40% من الانبعاثات، انبعاث الغازات الدفيئة التي تسبب فيها الإنسان. ده الإنتاج الحيواني، كما أنه المخلفات الأخرى زي مثلا تلوث الماء بالأمونيا واليوريا والفوسفور وغيره، ده برضه من العامل اللي يكون سبب فيها الحيوان في تلوث البيئة. لو أن عملت على تحسين استفادة الحيوان من الأعلاف، ممكن أقلل من هذه الانبعاثات ومن هذه الفضلات التي تكون ملوثة للبيئة. من الأمور الهامة جدا الاهتمام بتطبيق إجراءات الأمن الحيوي في مجال الإنتاج الحيواني، لأن الأمراض هي العدو الرئيسي للإنتاج الحيواني. طبعا احنا محدش عندنا يعني محدش بيطبق إجراءات الأمن الحيوي في الإنتاج الحيواني. ومعنى الأمن الحيوي هي عبارة عن مجموعة من الوسائل والإجراءات المتبعة التي تحد أو تقلل من انتشار أمراض، والحد إيه؟ تقلل من انتشار الأمراض وتحد من خطورتها، زي العزل. يعني أغلبية المزارع الموجودة وخاصة انتشارها في الآونة الأخيرة، مزارع الدواجن اللي هي بتنشأ في المناطق السكانية بدون رقابة. في إجراءات متبعة في المزارع، في حاجة اسمها الأمن الحيوي. الأمن الحيوي ده في أول بند اللي هو العزل، هو العزل أول بند من إجراءات الأمن الحيوي العزل. ما معنى العزل؟ إن أنا أعزل المزرعة بتاعتي عن أي مسبب للأمراض، ومسببات أمراض كتيرة، منها الطيور البرية، منها المزارع المجاورة، منها المياه الملوثة، حاجات كتيرة جدا يعني. لذلك من إجراءات الأمن الحيوي إن أنا لازم أقيم المزرعة تحت بعيدا عن المنطقة السكانية بمسافة كافية، وبعيدا عن المزارع الأخرى. كذلك الحد من التنقلات داخل المزرعة، يعني مش أي حد يدخل المزرعة، ومفيش تنقلات ما بين مزرعة وأخرى لنقل لتجنب لقاح أمراض من المزرعة الأخرى. كمان أنا مش يكون عندي مزرعة وجايب حيوان جديد مشتريه من السوق وعايز أدخله المزرعة، أدخله مباشرة على الحيوانات الموجودة عندي. ممكن حيوان يكون ده جاي مصاب، فبيعدي الحيوانات اللي عندي، لازم أحجزه ويتم فترة حجز مدة معينة حتى أطمئن إن هو خالي من الأمراض الداخلية والخارجية، سواء كانت الطفيليات داخلية وخارجية والأمراض. ثم بعد ذلك بيدخل داخل المزرعة اللي عندي. وتطبيقات إجراءات الأمن الحيوي إذا كانت تطبق في جمهورية مصر العربية، فتطبق في مزارع الدواجن بشكل كبير جدا، ومزارع متخصصة، مزارع متخصصة الكبرى يعني. هو الإنتاج الحيواني في جمهورية مصر العربية إذا كان هناك تطور فيه، فإن هذا التطور يكون حادث في مجال الدواجن فقط. من حيث الإنشاءات، من حيث الإجراءات المتعلقة بالأمن الحيوي، من حيث التكنولوجيا الحديثة. إذا كان هناك بعض المزارع الكبيرة في الإنتاج الحيواني بتنفذ هذه الإجراءات، فهي عددها قليل لا يقارن بمزارع الإنتاج الداجن. وعلى العموم هو الكلام في التنمية المستدامة في الإنتاج الحيواني كتير جدا، لكن أنا حبيت أكتفي بهذا القدر من يعني هو حاجة مبسطة، لكن كل جزء منها يحتاج محاضرة كبيرة. حبينا بس ناخد لمحة بسيطة عن التنمية المستدامة في الإنتاج الحيواني، وحبيت أترك لحضراتكم الوقت لو في أسئلة أنا تحت أمركم فيها. هي الموضوع عام،
كبير جدا، يعني احنا حبينا ناخد منه حاجات، يعني لانه كبير حبينا ناخد عناصر رئيسية وليس حاجات من بشيء من التفصيل يعني او الاسهاب، لكنه لضيق الوقت طبعا. وكل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة شهر رمضان وقرب عيد الفطر المبارك. كل عام وحضراتكم بخير وتحت أمركم في أي سؤال. وأنا حبيت بس إن احنا نخلي الفترة أكبر للنقاش. باشمهندس إبراهيم، سامعني حضرتك؟ سامعني كده؟ اه يا فندم، اسمع حضرتك. دكتور محمد ستك سامعني؟ ايوه سامعك يا فندم، سامعك. شكرا جدا لسيادتك دكتور محمد على المحاضرة القيمة دي، ما شاء الله محاضرة جميلة جدا زي باقي الأساتذة، يعني شكرا جدا لحضرتك على المحاضرة الرائعة دي. الله يبارك في حضرتك. احنا بس يعني حالا يا دكاترة هفتح لينك الشات، اللي عنده أي أسئلة اتفضل يكتب وهنزل لحضرتكم لينك الحضور إن شاء الله. اللي عنده اي سؤال اتفضل على الشات اهو، ولينك الحضور نزلته لحضرتك. اللي عنده اي سؤال كتر يقدر يكتب على الشات، ولو حابب يعمل مداخله مع الدكتور يعمل ريز هاند وندخله ان شاء الرحمن، ولينك الحضور عند حضراتكم اهو، وان شاء الرحمن هنكمل مع حضراتكم باذن الله، مش بكره بقى عشان بكره الوقت، كل عام وحضراتكم بخير. هنكمل مع حضراتكم باذن الله يوم الاربعاء القادم، هيكون الاربعاء والخميس والجمعه اخر 3 محاضرات باذن الله في الاسبوع العلمي الثاني التابع لكليه الزراعه جامعه الازهر في اسيوط باذن الله عز وجل. طيب دكتور محمد، في دكتور المهاب رافع ايده، اتفضل يا دكتور. صح كده؟ انا مش سامع حاجه ولا سيادتك سامع؟ لا مش سامع حاجه يا باشمهندس. ممكن الصوت عشان النت وكده. طب دكتور مهاب، ممكن سيادتك عشان النت وكده ممكن سيادتك تتفضل تكتب على الشات. في اي اسئله دكاتره؟ هم كلهم يدعوا ما شاء الله محاضرة كويسة جدا، يعني شكرا جدا لحضرتك. في أي استفسارات يا باشمهندس إبراهيم ولا خلاص كده؟ شكرا جدا لسيادتك، كلهم طبعا بيشكروا في حضرتك اهو ما شاء الله، كلهم بيشكروا في سيادتك ما شاء الله محاضرة كويسة جدا. شكرا جدا لسيادتك يا دكتور على المحاضرة القيمة دي، وباذن الرحمن عشان غدا باذن الله عز وجل وقفه العيد وكده، كل عام وحضراتكم بخير. فنلتقي بحضراتكم باذن الله عز وجل يوم الاربعاء القادم، هيتم باذن الله عز وجل هتتم المحاضره اللي تم تاجيلها يوم السبت اللي فات، اللي هي كانت تكون المحاضره الاولى، فيتم ان شاء الله الرحمن القاها يوم الاربعاء القادم باذن الله، وهتكون بعنوان العمل اللائق سياسه التنميه الزراعيه المستدامه للاستاذ الدكتور حرب احمد البرديسي، استاذ ورئيس قسم الارشاد الزراعي كلية الزراعة جامعة الأزهر بأسيوط. يعني بإذن الله عز وجل خلاص كده ما عندناش أي محاضرات الأسبوع القادم ده خالص ولا الأسبوع ده،
هتبدأ إن شاء الرحمن من يوم الأربعاء بإذن الله القادم إن شاء الرحمن. وكل عام وحضراتكم بخير جميعا. السلام عليكم.